السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير أم جنان. اليوم جيتكم وصفة رائعة لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد الذي تعاني منها كل امرأة في السن المبكر، خاصة في فصل الشتاء نتخلصوا من التجاعيد. الآن نبدأ مع المكونات هذه الوصفة. عندنا فازلين، نحتاج ملعقة صغيرة فازلين. كما على بالكم للفازلين مفيدة جدا للبشرة في التفتيح والترطيب. المكون الثاني هو بيكربونات الصوديوم الغذائية، عندها دور كبير في تقشير البشرة. والمكون الثالث وهو معجون الأسنان. في هذه الآونة الأخيرة اكتشفنا فوائد كبيرة للمعجون الأسنان في تفتيح البشرة ونزع الرؤوس السوداء. الآن نبدأ في طريقة التحضير. هذه العجينة، نأخذ ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة من الفازلين، ثم ملعقة من بيكربونات الصوديوم، ملعقة صغيرة، ثم نحتاج ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. عنده دور كبير لنا في نزع الرؤوس السوداء. الآن نخلط حتى نتحصلوا على عجينة. تدخل كامل هذيك بيكربونات الصوديوم في المعجون والفازلين اللي وضعناها هكذا، تخلطنا مليح حتى نتحصلوا على ماسك رائع للوجه ديالنا. الآن نقدروا نستعملوا هذا الماسك على الوجه تاعنا لمدة نصف ساعة. اللي عجبتها الوصفة تاعنا ما عليها غير تخلي لنا جيم لا فيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في وصفة جديدة مع مطبخ وتدابير أم جنان.